السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله مع إضافة جميلة وهي إضافة جوجل كروم. يسمح لك هذه الإضافة بنسخ أي نص من أي صورة كما كانت، ولكن للأسف الشديد هو أنه لا يمكن النسخ باللغة العربية. إذن نمر إلى الشرح لفهم أكثر. فهذا هو الموقع، فكما ترى فهو خاص بجوجل كروم، لهذا تجدني اليوم أتصفح في جوجل كروم. فهنا تقوم بالضغط على Add to Chrome ثم ننتظر، ثم هنا تقوم بالضغط على Ajouter. وللتأكد أن هذه الإضافة تم يعني إدخالها في جوجل كروم، فتقوم بالضغط على هذه الأيقونة ثم تقوم بالضغط على بارامتر، ثم تقوم بالذهاب هنا، وكما نشاهد هنا تم الإضافة، تمت إضافة هذه الأيقونة. نعم تمت الإضافة. ثم بعدها نتوجه إلى جوجل ونقوم بأخذ أي صورة كما كانت. مثلا نقوم بكتابة تكست ثم انتري وننتظر، ثم هنا نقوم بالضغط على الصور، ثم هنا نختار أي صورة كيف ما كانت. بوضع سيلكسوني الت كوبي تكست، ثم قوم بوضع كولي كما ترى في الصورة. كما ترى هذه الإضافة فهي مميزة جدا وجميلة. وفي الأخير لا تنسوا زيارة مدونتنا قلعة الشروح والضغط على زر إعجابنا على صفحتنا في الفيسبوك ليصلك دائما الجديد في الشروحات التقنية. وأشكركم على المتابعة، إلى درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.